الغربال كل الترحاب لقيته بعثة الأهلي في السودان، فكان هناك لقاء الأحباب. شكرا المريخاب، المريخاب جماهير المريخ، مسؤول المريخ، هو ده اللقب بتاعهم وهو ده المصطلح زي ما بتقول الأهلوية والزملكاوية برضه نفس السياق. هو المريخاب الناس حابه تلعب في العلاقة اللي بيننا وبين أشقائنا في السودان، حابه تكهربها قبل كده. مش ممكن يعني والله، ولا وازع ولا ضمير. أنا عارف ربنا يعني بيرزقهم إزاي الضمير اللي يخليهم يناموا دول. أنت بتقود ناس إنها تشحن عشان تعتدي على ناس تانية؟ إيه ده؟ يعني الواحد كان بيشوف زمان الأفلام اللي بيعملوا استفار روسي والدي إن وإزاي يعمل لك مش عارف إيه، لكن كان دائما ينتهي بانتصار العقلاء والخير. أي لأنه كان بيحصل جرائم وجرائم خطيرة جدا، يبقى اتنقلت للرياضة وحصلت بين مصر والجزائر وحصلت بين الأهلي والمصري وحصل حتى الزمالك لم ينجو من هذا وأحداث ال مباراة الملعب الدفاع الجوي. ايوه دي نتيجة برضو ايه الأخبار الغلط اللي عمالة تنتشر، يعني دي كانت حادث يعني تدافعي وكده، لكن أدى إلى ايه؟ أدى إلى ايه هذا المنهج وهذا الفكر؟ إن أنا أشوف مصلحتي فين وأحرك الجماهير الكتلة الجماهيرية دي، وما زال البعض يتحدث بأنه جمهورنا مش هيسمح وجمهورنا هيسمح. هذا خطر، هذا خطر جدا جدا جدا، والأخطر منه إنك تبقى عدو النظام لمجرد إن أنت فوق النظام محدش يجي ناحيتك. برضه أنا ماسك نفسي، خليني فقرتها. خلينا في السودان الشقيق. الحقيقة منذ وصول بعثة الأهلي امبارح بعد الظهر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وهي تلقى كل الحفاوة والترحاب والاهتمام سواء من جانب السفارة المصرية بقيادة السفير المصري حسام عيسى أو من جانب إدارة نادي المريخ الشقيق. ودي لقطات من وصول بعثة الأهلي إلى الخرطوم. الأستاذ خالد درندلي أمين الصندوق رئيس البعثة، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، واستقبال قيادات السفارة المصرية. كاسة احترازية حلوة. شوف سلام كوروني قوي. فعلى سلم الطائره قيادات السفاره المصريه والجهاز الفني للنادي الاهلي. ما لفتش نظرك حاجه في اللقطه دي؟ ايه النظام ينزل رئيس البعثه ومعه مدير الكوره وتستنى المدرب مع فرقته لحد ما جميع الصف ويبتدوا ينزلوا. حاجات بسيطه لها معنى. صحيح، هو ده الانضباط، هو ده الانضباط داخل الفريق، ده الالتزام. وبالمناسبة قبل السفر بيوم في المران الأخير كان كهربا مع انتهاء عقوبته، كهربا ارتكب الخطأ اللي ارتكبه واستوجب عقابه يوم 28 فبراير، فمضت عقوبة الشهر الكاملة اللي فرضها عليه مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان أعلن العقوبة يوم 3 مارس، فبالتالي هينزل التمرين 3 إبريل. عملوا له ممر لوم بقى المرة دي، مش ممر شرفي، ممر لوم بوجود موسم وكله بيضربه. ما تعملش كده تاني، هنشوفها دلوقتي الحقيقه لان كانت لقطه معبره جدا. في دعابه بتحسسك بالحميميه، بالحميميه والاجواء الداخل داخل الفريق.